أهلا وسهلا فيكم بحلقتنا الأولى من برنامج تكنوسكوب. طبعا تكنوسكوب متابع معكم للموسم الثاني. بالموسم الأول كان في معنا العديد من الشباب السوري المبدع اللي أنجز بالرغم من كل الظروف. تعرفنا على عديد المشروعات بعالم الروبوتات بالمجالات الطبية وغيره. بالموسم الثاني لتكنوسكوب كمان رح يكون معنا الشباب السوري المستمر بالإبداع. رح يكون معنا العديد من المشاريع التطبيقية بعديد المجالات بفقرة تكنوسوري. بفقرة تكنيكال رح نحكي عن التقنيات اللي توصلنا لإلى بعلوم التكنولوجيا، كيف بلشت وين وصلت ولوين رح توصل. الأطفال أكيد لهم حصة بتكنوسكوب بفقرة تكنوكيدز. رح نكون معهم بأهم التقنيات والمصطلحات بعلوم التكنولوجيا. رح نكون معهم بفعاليات المقامة بالعديد من الجمعيات، سواء بجمعية الأطفال العمومية أو بالجمعية العلمية السورية للمعلوماتية وغيرها من الجمعيات اللي عم تهتم بالأطفال وبنادي الروبوتات وغيرها. الترند أشهر الفيديوهات الحاصلة على أعلى نسبة مشاهدة على وسائل التواصل الاجتماعي كمان رح نكون معه بتكنوسكوب. خلونا نروح لفاصل لحتى نبلش بأول حلقاتنا من برنامجنا تكنوسكوب. بفقرة التكنيكال لليوم رح نحكي عن لوحة المفاتيح. كيف بلشت؟ طبعا نحن لما منبلش بأي حديث مع أي شخص على الشات، سواء ماسنجر، واتساب، غيره، كتير من الأوقات أفكارنا بتسبق إيدنا. بكتير من الأحيان بيسبق وبينتصر الشخص الأسرع بالكتابة. إذا نحن بناخد نظرة سريعة على لوحة المفاتيح رح نشوف أنه الحروف مباثرة ومعنى مرتبة بطريقة أبجدية. ليش الحروف على لوحة المفاتيح معنى مرتبة بالطريقة الأبجدية اللي نحن بنعرفها، سواء من الألف للياء بالعربي أو من الأي للزد بالإنجليزي؟ تعالوا نرجع بالأساس على أساس لوحة المفاتيح. طبعا بعام 1874 بلشت ازدهار الصناعة وتكبر الشركات بأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. إذا بدنا نحكي عن طريقة الكتابة، فالطريقة اللي كانت متبعة هي الطريقة التقليدية. وقتها كنا إسا عم نعتمد على الحبر، بدي جيب قلم غطه بالمحبرة واكتب فيه. بسبب الطريقة التقليدية كانت تتعرض كتير من الأوراق للتلف، لهيك كانوا عم بيحاولوا أنهم يدوروا على طريقة تانية للكتابة. كريستوفر تشولز قام بتطوير أول آلة كاتبة. للصراحة بوقتها بزمنها كانت اختراع ثوري هائل، انه انا كيف بقدر بضغطة وحدة احصل على الحرف اللي انا بدي اياه بشكل مباشر. كيف كان شكلها لهيدي الآلة الكاتبة؟ الآلة الكاتبة بالبداية كان شكلها بيانو صغير، الأحرف مرتبة حسب الترتيب الأبجدي، يعني من الألف للياء أو من الأي للزد. طبعا بسبب هيدا الترتيب، لانه الحروف بجنب بعض، الحروف المتشابهه مثلا دال ذال اذا بدنا نحكي عن اللغه العربيه وغيرها، كان الموضوع عم بيؤدي لتضارب مضارب المحارف. تضارب مضارب يعني لما انا بدي اكبس على حرف عم بيعلق مع الحرف الثاني وعم بيصير في تضارب. لهيك كانوا عم بيدوروا على طريقه ثانيه للترتيب، وعملوا ابحاث العديد من الابحاث لحتى يشوفوا طريقه ثانيه، لحتى لاقوا طريقه. الطريقة هي الطريقة المبعثرة. كيف يعني الطريقة مبعثرة؟ أي أنا حطيت الحروف أكيد مو بطريقة مبعثرة من دون دراسة. تم دراسة وتحليل الحروف باللغة الإنجليزية وبعدين باللغة العربية. شو هي أكثر الحروف استخداما، خلينا نقول باللغة الإنجليزية وباللغة العربية؟ أكثر الحروف استخداما لازم أنا أحطهم بمنتصف الكيبورد، بمنتصف لوحة المفاتيح. أما الأقل استخداماً فأنا كنت عم حطن على أطراف لوحة المفاتيح. بهالحالة بهالترتيب طلع معنى ترتيب كورتي. شو يعني ترتيب كورتي؟ ما إله معنى ترتيب كورتي، بس إذا أنا بتطلع على لوحة المفاتيح اللي عم بستخدمها قدامي، فإذا بدي أشوف أعلى اليسار
QWERTY ترتيب كورتي. نحن العرب اللي ترجمنا لهيدا الحروف حطينا كل حرف شو اللي بيقابله بالعربي وطلع معنا ترتيب كورتي. بعام 1890 أكثر من 100,000 آلة طبعا انتشرت بالولايات المتحدة الأمريكية عم تستخدم ترتيب كورتي. بس السؤال، هل ترتيب كورتي هو أفضل ترتيب؟ الجواب هو لا. لا، ترتيب كورتي ما هو أفضل ترتيب موجود لاستخدام لوحة المفاتيح أو الآلة الكاتبة. طب لما مندور على ترتيبات تانية، تم البحث عن العديد من الترتيبات وأوغست فورغ طلع معه أكثر من 250 ترتيب. أو ليش ما استفدنا منه لهدول الترتيبات؟ بالحقيقة أحد هيدي الترتيبات نجح نجاح باهر، وفورغ كان وصل للعالمية بهيدا الترتيب، والعديد من الشركات قررت تستخدم الترتيب الجديد ترتيب فورغ. ولكن للأسف فشل ذريع، بعد ما نجح فشل. ليش؟ لأن كان كتير صعب على العديد من الشركات تدرب آلاف الكتاب على طريقة فورغ، لهيك ظل المسيطر هو ترتيب كورتي لهلأ نحن عم نستخدمه. ولأيمت رح يضل ترتيب كورتي؟ على ما يبدو ترتيب كورتي رح يضل حتى تنلغى لوحة المفاتيح. يعني في إمكانية نحن نلغي لوحة المفاتيح؟ طبعا في العديد من الشركات عم تنتقل لطريقة الكتابة من خلال التفكير. يعني أنا بفكر بالكلمة رح تطلع مباشرة على الشاشة. إحدى هيدي الشركات هي نيورابل. نيورابل مجرد ما أنا أفكر رح تطلع الكلمة، وهيك رح يكون كورتي عم يستمر معنا جيل بعد جيل. إذا بدي أحكي بعيدا عن التكنولوجيا، فكتير من علماء النفس وجدوا إنه في تأثير لترتيب كورتي على النفس البشرية. تعال نشوف شو عم يأثر كورتي على النفس البشرية. حسب الدراسات اللي قام فيها علماء النفس، وجدوا أن الحروف الموجودة على يمين لوحة المفاتيح أسرع بالكتابة، وبهالحالة هي أسهل، وبالتالي عم تعطيني مشاعر إيجابية لما عم اكتبها. على عكس الحروف الموجودة على يسار شاشة على يسار الكيبورد، هيدي الكلمات عم تطلع معي سلبية، يمكن أني أنا عم بكون صعب أني أوصل لهيدي الحروف وغيرها. بهالحالة صار عندي الحروف الموجودة على اليمين هي حروف إيجابية وطاقة إيجابية، الحروف اللي على اليسار هي عم تعطيني طاقة سلبية. بحسب هالدراسات قامت العديد من الشركات بإنتاج المنتجات العديد من الابتكارات سمتها بالحروف الموجودة على اليمين. يعني أنا عم دور على اسم بحاول أنه تكون كل حروفه موجودة على يمين الكيبورد وبعد عن الحروف الموجودة على يسار الكيبورد. حتى الأشخاص، فإذا أشخاص اسمهم موجود على يمين الكمبيوتر على يمين الكيبورد رح يكونوا أحب على قلبي من الأشخاص اللي أسمائهم على يسار الكيبورد. نحن ما بنعرف إذا هذا الحكي صح أو لا، خلوكن أنتوا تجربوا. بفقرة تكنو كيتس لليوم اخترنا موضوع السكراتش. شو يعني سكراتش؟ سكراتش هو برنامج النسخة الأصلية منه أونلاين عم بيعلم الأطفال البرمجة، ولكن مو برمجة عالية المستوى، ولكن برمجة اسمها برمجة الكائنات. يعني الطفل رح يفتح هذا البرنامج رح يكون سهل التعامل معه، لأنه الواجهة الموجودة بالسكراتش هي واجهة الأطفال قادرين يتعاملوا معها بسهولة، وحتى المدربين قادرين أنهم يدربوا الأطفال بسهولة على هيدا البرنامج. البرنامج عم يعتمد على الكتل البرمجية. حقيقة الطفل ما هو مضطر أنه يكتب أي كود برمجي، هو بشكل مباشر رح يقوم بترتيب العديد من الكتل البرمجية وراء بعض البعض بحيث تعطي تسلسل منطقي لحدث معين. ببساطة رح يكون في عندي العديد من الكائنات رح يسحبها بشكل مباشر على ساحة العمل ويقوم بترتيبها بشكل منطقي ليطلع عندي برنامج قادر على تنفيذ مهمة معينة. البرنامج سكراتش هو من إعداد معهد MIT بالتعاون مع شركة جوجل، أمازون، مايكروسوفت. طبعا هيدا البرنامج عم يستخدم وعم تدعمه كل هيدي الشركات ليكون برنامج تفاعلي تعليمي.
شو ممكن أنا أشتغل على السكراتش؟ ممكن ببساطة أني أجهز العديد من الدروس التفاعلية، بالإضافة لهيك ممكن أنا برمج ألعاب بسيطة. يعني الطفل ببساطة قادر أنه يبرمج لعبة، طبعا هذا رح يزيد الحماس والشغف عند الأطفال لحتى يتعلموا لغات البرمجة. طبعا مثل ما ذكرنا بسكراتش، الطفل ما أنه مضطر يكتب أي كود برمجي. سكراتش رح تعلم الطفل آلية التفكير البرمجي، كيف هو رح يكون قادر على ربط الأحداث، كيف هو رح يكون قادر على تسلسل الأحداث، كيف ممكن يفكر بطريقة برمجية لحتى يكون قادر على حل أي مشكلة عم بتواجهه بالحياة اليومية بطريقة برمجية. لهيك المدربين وحتى الأهالي المفروض أنهم يدعموا هدول الأطفال أنهم عم يدربوا على سكراتش، لازم يحفزوهم، يعطوهم نوع من المعنويات، وأهم شيء ينتبهوا على الفروق الفردية ما بين الأطفال. والعديد من المدربين بالعالم بينصحوا أنه الأطفال يبلشوا بالسكراتش. بس السؤال، بأي عمر فيه الطفل يبلش بالسكراتش؟ من عمر 8 لعمر 16 سنة. طبعا في كتير أطفال ممكن يبلشوا بالسكراتش تحت عمر 8 سنوات، ولكن يفضل حسب علماء الكمبيوتر وعلماء النفس أنه الأطفال قبل سن 8 سنوات ما ندخلهم بمجال البرمجة، لأنه إسا تفكيرهم بيكون بسيط. ولكن السكراتش هو نقطة البداية وحجر البداية لمهندس المستقبل، وللطفل قادر على حل العديد من المشاكل البرمجية. طبعا إن شاء الله يا رب يكون بالحلقات القادمة معنا العديد من المدربين على لغة السكراتش لحتى نتعرف معهم أكثر على هيدي اللغة. بفقرة الترند لليوم اخترنا لكم مقطعين من أكثر المقاطع انتشارا وشعبية على السوشيال ميديا. أول مقطع رح نكون معه بمقطع تخيلي للتصادم اللي ممكن يصير حسب علماء الفلك بعد 4.5 مليار سنة بين درب التبانة وأندروميدا. خلونا نكون مع هذا المقطع وراجعين. هذا هو كان المقطع لتصادم أندروميدا مع درب التبانة بعد 4.5 مليار سنة. للصراحة اللي بيشوفه بيحس بالعظمة. خلينا ننتقل من التصادم الفلكي لرقصة الخطوبة لطائر الغطاس المقنس. من طائر الغطاس رح ننتقل لآخر فقرة ببرنامج تكنوسكوب لليوم، فقرة تكنوسوري. بتكنوسوري لليوم رح يكون معنا الشاب محمد يوسف اللي قدم مشروع بعنوان بريل رايتينج ماشين، آلة كاتبة بلغة بريل. من خلال هالآلة الكاتبة رح يكون المكفوفين قادرة على القراءة من الورق. بالبداية أكيد رح نرحب بالطالب محمد يوسف، طالب الميكاترونيك اللي قدم هيدا المشروع، آلة طابعة للمكفوفين، بريل رايتينج ماشين. يعطيك ألف عافية محمد. الله يعافيك، أهلا وسهلا. وأهلا وسهلا فيك. بدي ارجع ارحب فيك الطالب الميكاترونيك محمد يوسف، يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. طبعا نحن عم نحكي عن مشروع آله كاتبه بلغه بريل. بريل رايتينج ماشين. نحكي بالبدايه، آله كاتبه بلغه بريل يعني هي آله مخصصه للمكفوفين. اذا بدنا نحكي من وين اجت فكره هذا المشروع؟ فكره المشروع اجت من احد زياراتي لاحد مراكز المكفوفين، و
فرجاني آلي كاتبة قديمة يعني قديمة كتير، وطلب مني إنه عم يتأخر كتير حتى يقدروا يطبعوا الأوراق بلغة بريل. وزمقتر كاختصاص كمهندس ميكاترونيك ساعده إنه بحس يختصر على حاله وقت، بحس ساعة وساعتين يكون طابع شغله. فاجت ببالي فكرة إنه أعمل آلي كاتبة بلغة بريل. هلا بالبداية الآلة اللي كانت موجودة بمركز المكفوفين هي قد إيه بدها وقت للطباعة يعني؟ هي يمكن يعني يوم تضلينا حوالي ساعة ونص يعني ما طبعت جملة أو سطر، يعني ما كتير سيئة، يعني ثلاث أربعة أيام ممكن حتى الواحد يطبع ورقة A4. طبعا لغة بريل هي لغة مخصصة للمكفوفين، نحكي شوي بالبداية عن هذه اللغة. لغة بريل هي لغة عمل العالم بريل، وهي لغة بيقدر المكفوف يحس فيها عن طريق أحرف نافرة أو محفورة، يعني تكون فبيقدر يحس بأصابعه الأحرف المكتوبة. إذا بدنا نحكي عن آلية استخدام هيدي الآلة من ناحية المستخدم، تمام. أنا عندي هيدي الآلة كيف رح تشتغل؟ طبعا أي حدا بيقدر يستخدم هيدي الآلية، إذا كان كفيف أو أي شخص حامل عنده مكتبة مثلا، بس بيتخلوا النص عن طريق الكمبيوتر وبيروح على الآلية وبتقرأ الآلية النص اللي جايها وبترسم على ورقة A4 كل شيء بدك، كل نص بشكل نظامي. طبعا الميزة اللي عندك مثل ما شفنا نحن، أنا شفت بالفيديوهات اللي أنت أرسلت لي إياها، عبارة عن إنه فيها نستخدمها للأشخاص المكفوفين، طبعا هي مزودة بإبرة يمكن، وفيني استخدمها للأشخاص العاديين. في لها كثير استخدامات يعني غير المكفوفين، حتى في ممكن لها استخدامات إنه رسم أشكال أو أي شيء يعني مشروع. تمام، يعطيك الف عافية. اكيد هلا اذا بدنا نحكي من الناحية التقنية لهيدا المشروع، على شو اعتمدنا نحن بالتقنيات؟ شو التقنيات اللي اشتغلنا عليها؟ التقنيات استخدمت متحكم الاردوينو والميزات سي ان سي شيلد. طبعا طبعا قبل ما بلش بعمل المشروع انا عملت له سيميليشن على برامج كثير مثل سوليد وورك حتى اعرف المحركات اللي راح استخدمها بهذا المشروع. وبعدين طبقت مشروع بالاردوينو، طبعا الاردوينو بلغه السي بلس، واستخدمت برامج انكسكيب هي اللي بتاخذ النص وبتحوله على لغه بريل. تمام. بعدين النص بيروح على برنامج ثاني اسمه رابيت، بيحوله على جي كود وبينبعت على الاردوينو. يعني عمليا انا عم بدي اكتب النص تقنيا، يعني بدي اكتب النص على اي برنامج، فيني اكتبه على الوورد عادي؟ فيك تكتبي على الوورد، بس بعدين بده يتحول على بريل ببرنامج اسمه انكسكيب. يعني عمليا انكسكيب هو برنامج مثل الوورد، يعني ما في اختلاف. انكسكيب هذا مخصص للغه بريل، ما انكسكيب هو مخصص لاي لغه، بس هو في ميزه التحويل على بريل. هلا الوورد موجود البريل بس مدفوعه بتوقع، يعني تمام. انا بكتب النص بنقله على الانكسكيب، بعدين بيتحول على لغه بريل. حلو. وبيتحول على صيغه جي كود. مشان جي كود هو البرنامج المستخدم بالنسبه للسي ان سي. تماما. بعدين بيروح على الرابط، والرابط بيبعته للاردوينو على كاحداثيات، وبصير يرسم الاشكال او يكتب الشكل. يعني هو عم توصل للرابط، هو الرابط ما بين هي عم يوصل له ملف الجي كود اللي حوله الانكسكيب. هي هو النص، بيمثل النص الخاص باللغه. الاردوينو، شريحه الاردوينو موجوده على الاله الطابعه، ما هيك؟ شريحه الاردوينو على الاله الطابعه، وعم تتحكم بالمحركات، كيف تتحرك المحركات حسب الاحداثيات اللي توصلها من الرابط. تمام. طبعا هو هي بتعتمد على مبدا الاحداثيات، ما هيك؟ تماما، احداثيات اكس واي زد. ورقه الاي 4 بتمثل احداثيات، وبيتحركوا المحركات حسب الاحداثيات اللي بتجيها من النص. النص هو بيعبر عن احداثيات اكس واي زد. طبعا يعني حرف مثلا تي بده يعطي احداثيات، حرف التي كيف بده، كل واحد له موقعه بالورقه، يعني مثل ما بتجي النص بالكمبيوتر بينطبع تماما على ورقه الاي 4. تمام تمام. هلا اكيد الصعوبات اللي واجهتها لحتى نحن شكلنا هيدي الآلة. تماما، في كثير صعوبات بعملية تجميع القطع، بس في نادي الروبوت بجامعة تشرين ساعدني كثير، ودكتور باسل قدار هو شرحت له الفكرة يعني وحبها، ووفر علي كثير ماديا ووقت، وهو أمل لي كل القطع. صراحة كان في صعوبة كثير لولا انه يساعدوني بنادي الروبوت بنعمل هيك مشروع. أكيد نشكر نادي الروبوت القائمين عليه والدكتور باسل القدار. هلأ إذا بدنا نرجع شوي على تقنيات الشغل، أنت عندك سي إن سي، بالإضافة لهيك عندنا نحن أردوينو. هلأ السي إن سي هو بحث طبعاً بيشتغلوا عليه لحال، والأردوينو كمان بحث ثاني. كيف قدرت توفق بيناتهم؟ وحضرتك لحالك اشتغلت المشروع أم كان في طبعاً في كذا شخص، يعني كنت أخذ استشاراتهم بمجال السي إن سي بمجال الأردوينو. نحن بالميكاترونيك بناخد كتير معلومات، فمحتاج أحيانا مختصين يعلمونا. ففي كتير أشخاص ساعدوني يعني
هو اللي بيحتاج لواحد يكون شوي يعني مطلع، حابب انه عنده شغف عنده يعمل هذا اندفاع. المشروع. يعني انا كان اكثر شغفي انه ساعد شريحه صغيره هي المكفوفين، يعني هذا اكثر شيء خلاني اشتغل على هذا المشروع. اذا بدنا نحكي عن السي ان سي، اي حدا حابب يفوت بمجال السي ان سي شو لازم يركز، المواضيع اللي لازم يركز عليها، كيف لازم يتوجه؟ يعني هلا لازم يشتغل على حاله مثلا بمجال التصميم اول شيء، انه يشتغل على برامج تصميم مثل السوليد وورك او في كثير برامج ثانيه بس الاشهر سوليد وورك، انه يكون عنده قادره على التصميم او الفراغيه بما يسموه بالمراحل الثانويه الفراغيه، يكون عنده قدره خياليه شوي، التخيل بحيث انه يصمم مشاريع كويسه وينقلها على السي ان سي. طبعا السوليد وورك هو عباره عن برنامج المحاكاه السيموليشن تماما. اللي انا من خلاله راح ارسم الرسمه وبعدين بنقلها انا على السي ان سي. اذا ننتقل على الشق الثاني، هو الشق اللي انت اكثر شيء بتحبه اللي هو شق البرمجه، سواء الاردوينو وغيره. طبعا لانه انت حضرتك فرونت اند ديفلوبر عم تشتغل حاليا بلغات البرمجه. طبعا هلا مبدئيا لغات البرمجه بعيده شوي عن الميكاترونيك، صحيح. كيف قدرت تطور حالك فيهم؟ هلا انا بدايتي كانت بس انه برمج شغلات خفيف مع الاردوينو، بس بعدين حسيت انه هذا المجال اللي انا بحبه حبيته، وصرت اطور مهاره البروبلم سولفينج، هي مهاره اي مبرمج لازم تكون عنده، قدرت تحل مشاكل حياتيه تماما. يعني توسعت بمجال الالجوريزم والداتا ستراكشر، بعدين بالاخير اختصيت بمجال، يعني بعد سنتين ثلاثه شغل برمجي اختصيت بمجال الفرونت اند ديفلوبر. نحكي ولو لمحه بسيطه عن هذا المجال. الفرونت اند ديفلوبر هو مجال بتصميم مواقع الويب، وبيختص عمليا في الواجهات اللي بتظهر للمستخدم، تمام. كيف تظهر له، كيف بينتقل، كيف بيتفاعل مع المستخدم تماما. هذا هو اختصاص الفرونت اند. حضرتك هلا عم تشتغل بهيدا؟ حاليا عم اشتغل بكذا شركه تماما، فرونت اند ديفلوبر تماما. بالواجهات اللي عم طبعا اي موقع ويب في العديد من الواجهات، فانت عم تشتغل ببرمجه الواجهات. تمام، برمجه الواجهات. شو اللغات اللي عم تشتغل، لغات البرمجه؟ بدايتي كانت سي بلس، توسعت بشكل كثير كبير بالسي بلس. طبعا هذا الشيء ساعدني اني انتقل على لغه ثانيه بسهوله، يعني الوقت اللي ضيعته ما راح. وحاليا جافا سكريبت، يعني جافا سكريبت هي اللوجيك كلاته الجافا سكريبت. الفكره في فكره كثير مهمه عم تحكيها، انه اي وقت انا بضيعه على لغه برمجه هي من وقت ضائع، لانه انا فيني اطور حالي بلغه ثانيه بوقت اقصر يمكن. تماما صحيح، وتحديدا بالفريم ورك اسمه رياكت جي اس، هو بجافا سكريبت معمول. جافا سكريبت تماما. طب اذا حدا حابب هلا يبلش، يعني خلينا نقول برمجه للمبتدئين بيجنرز، كيف بدنا شو بدنا نوجه لهم نصائح لهذول الاشخاص؟ في كثير اشخاص بيجاوبوا على هذا السؤال بطريقه انه انت شوف شو لازمك، انه اذا حابب تختص مثلا AI روح تعلم بايثون، اذا حابب تعلم ويب روح جافا سكريبت. بس المبتدئ هو بخطوه لسه قبل هي، هو بحاجه يعرف شو بده، هو بخطوه قبل التخصص بانه يعرف شو هي البرمجه، فلازم يشتغل على مجال البروبلم سولفينج. ومشان ما يحتار برايي انه اكثر لغه عالميا لهذا المجال مشغول فيها هي السي بلس، وفي كثير مواقع شهيره بتقدم بروبلمز موجوده وبس الواحد بيدخل وبيحلها مثل كود فورسز. حلو، فبرايي افضل مسار للمبتدئين بالبرمجه انه يتعلم سي بلس، يدخل على كود فورسز ويحل بروبلم سولفينج، يقوي حاله بالالجوريزم وداتا ستراكشر. بعدين بتيجي مرحله الاختصاص ويب او ذكاء صناعي او اشياء ثانيه. لا اذا بدي اسالك سؤال، انا حكيت بالمقدمه عن السكراتش، طبعا كثير اطفال عم يتجهوا باتجاه السكراتش. السكراتش مفيده للاطفال او نحكي عنها شوي؟ السكراتش لغه كويسه بتعلم الاطفال طريقه اللي بيفكر فيها الكمبيوتر، يعني حلو. بتسهل عليهم لبعدين يشتغلوا بلغات عاليه المستوى او مثل الجافا سكريبت، او يعني اكيد بتفيدهم يعني كمنطق، يعني حتى البرمجه بتقوي عقول الاطفال، يعني صحيح. حتى بيقال انه احسن من بتقوي عقل الشخص اكثر من الشطرنج، يعني فيها صحيح. تفكير كثير اكثر الاطفال يبلشوا بالسكراتش بعدين بينتقلوا على السي بلس بلس او غيره طبعاً. من هلا بالعوده على للمشروع اللي كنا عم نحكي عنه، حابب انه نضيف شيء عليه، هو قالت للغه بريل قادر الشخص ببساطه يدخل اي نص هو بده اياه، طبعا ممكن يستفاد منه طلاب الجامعيين اللي عم بيعانوا من ذوي احتياجات خاصه او عندهم عدم قدره على البصر يعني. تماما طبعا. هلا هذا المشروع هو محطوط بنادي الروبوت بحيث انه في طلاب غير رح يجوا ويطوروا عليه. حلو. بس هذا البروجكت كخاص بالمكفوفين هو بيعالج المشكله اللي انا حطيتها حتى تنحل. حلو. يعني هو تعالج المشكله اللي انا بدي اياها، فاذا واجهنا مشكله بالمستقبل ممكن اطور عليه، بس يعني حاليا هو حل المشكله اللي انا بدي اياها. صحيح. انه الكفيف يقدر يكتب بلغه بريل، يعني صحيح. حتى هذا الكفيف اللي كان هو شخص كان بالسنه الثانيه ادب انجليزي ما قدر يكفي تعليمه لانه ما عنده القدره حتى
ياخذ الاوراق او يقرا المحاضرات، فهو طلب هذا الشيء، يعني هذا كان احد اسباب اللي اخترتوا هذا المشروع. طبعا يعني اي شخص بيكتب هيدي النص او المحاضرات اللي موجوده ويعطيها امر للاله الطابعه رح تطبع لهم اياها بلغه بريل ويكون قادر المستخدم انه يقراه. تماما، ممكن اي مكتبي بالآلة الطابعة للبشر العاديين وحدها آلة الطابعة للكفيفين، يعني يدخل الكفيف على ما يحس حاله غريب، داخل على مكتبي للعاديين وبتاخذ اللي بدك، يعني ما في اي اختلاق، ما يحس بانه هو شيء. في احتضان لهذا المشروع كان من قبل الشركات؟ ما في ما في اي احتضان. وما بعرف انا، اي حدا بيقدر يتبنى هيك مشروع ما مشكله انه انا استلمه، يعني انا بقدر ساعده هو طبعا. هو يستلمه بالاخير، يعني ما في مشكله بهذا الخصوص. اكيد، يعطيك الف عافيه. شو حاب نضيف في ختام اللقاء؟ يعني بتمنى الشباب السوريين كثير، بلاحظ لما بكون مثلا بالسرافيس او بالمواصلات اغلبهم يائس، بفكر انه ما في شركات خاصه، ما في شغل بسوريا. سوريا من 4 سنين لهلا مليانه شركات خاصه بمجال البرمجي، بمجال الديزايننج، مجال الكونتنت كرييتر، يعني في كثير مجالات حاليا، وحتى شركات عم تفتح عنا. حلو. يمكن لانه عندنا في رخص شوي بالاجورات، فعندنا عم يجينا كثير مشاريع. فبتمنى الشباب يشتغلوا على حالهم بالموضوع سيلف ليرنينج، يعني ما ينتظروا على الجامعه انه تيجوا تعلمهم شيء او الدكتور او هن لوحدهم. سيلف ليرنينج، النت موجود، اليوتيوب موجود، يوديمي موجود، تعلم الذاتي قصدك. سيلف ليرنينج، تعلم الذاتي، ويشتغلوا على حالهم لانه الفرصه بتجي للشخص اللي جاهز. تماما، الشخص جاهز بتجي له الفرصه. تماما. اكيد بدي اقول لك يعطيك الف عافيه، وان شاء الله يا رب بيكون او بتلاقي احتضان وتبني لهيدي الفكره بالفعل، لانه فيها فائده لاشخاص هم بالفعل بحاجه لمساعده. طالب محمد يوسف، بالنهايه اللقاء بنتمنى انك تتخرج، يمكن تضلك ماده واحده قلت لي. ان شاء الله يا رب تتخرج، بنشوفك مهندس ميكاترونيك، ويعطيك الف عافيه. الله يعافيك، شكرا كثير لك. ان شاء الله دائما بنعمل هيك مشاريع بتساعد حوالينا. ان شاء الله يا رب، يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. واكيد الشكر الاكبر لكل حدا تابعنا بحلقه اليوم من برنامج تكنوسكوب. الى اللقاء.